شكرا لكم. ونيابة عن الأمين العام وما قاله هذا الصباح، كان مهم جدا لنا جميعا أن نعمل معا كحلفاء مع الاتحاد الأوروبي وأنتم والتزامكم وعمل الأمم المتحدة. والآن أريد أن أضيف إلى ما قلتموه، وهذا صحيح، نحن لا نتوقع حقا طفرة كبيرة في ما يحدث، لا نتوقع أن يقوم الوفد أن يتعامل بشكل مختلف سياسيا، ولكننا لم نستشر بعضنا البعض، جميعهم هناك في هذه الغرفة. هذه عملية مهمة ونقطة مهمة. منذ أسبوع كنا في أزمة كبيرة جدا في المنطقة، كانت أقرب نقطة لما ربما أن يقول شخص أو يصفها أحد بأنها كارثة لعمليات عسكرية تحدث في المنطقة. وشكرا لله لقد تجنبنا استمرارها بسبب القرارات الجيدة وحتى أولوية الأمين العام وأولوياتنا الذي وتحركنا إلى هذه المنطقة وعقدنا اجتماع من أجل تخفيض درجة الحرارة، كانت هذه أولوياتنا، فلن تكون أبدا سوريا لتكون هذه بؤرة المشكلة الإقليمية، لأن هذا يهمنا جميعا عالميا. ومن هذه وجهة النظر أعتبر أن هذا تم تحقيقه، ولكن لا يعني هذا أن الأمين العام فقط قرر أن يغير الاتجاه فجأة، ولكن المشكلة التي تواجهنا جميعا هو أن الأمم المتحدة والأمين العام يمكنه أن يقوم بهذا، وسوف يستمر في الدفع بالعمل مع كل الأصدقاء مثلكم. ولكن إن قام مجلس الأمن في الاستمرار في كونه منقسما، علينا أن ندرك جميعنا أن هذا لن يكون جيدا لنا كلنا. أنا أقتنص هذه الفرصة قبل نهاية هذا الأسبوع بعد ما حدث في سوريا أن أمر وأن أحلل ما هي كل الآليات التي أمامنا والطرق والأساليب من أجل عملية سياسية ناجحة، أولها الأستانة. وأنا أشير بأن مهمة الأستانة هم ثلاث دول حملوا أنفسهم هذه العملية، عملية خفض التصعيد، حاولوا تحقيق هذا العام الماضي ويحاولون الآن تحقيق تقدما كبيرا، ولكننا نرى حديثا تصعيد لا خفض تصعيد، لا يحدث شيئا بشكل جيد. كنا ننتظر الأستانة لعام كامل ولكن لا شيء يتحقق. ومن ثم الأستانة في رأيي، وأنا لست الوحيد الذي أقول هذا، أصبحت محدودة إلا لو قرروا حقا أن يعملوا معنا بمنتهى الجد لخفض التصعيد وكل المحتجزين. ثانيا سورتشي، كانت هذه مجهودا رائعا وحقا ولدت العديد من التقدم، ولكن مشكلتها هو أننا لم نتابعها، كنا ننتظر بنتائجها ليأتوا بها إلى جنيف ولكنهم لم يتابعوا معنا. ومن ثم سوتشي أصبحت مخاطرة وأننا الآن لا نرى لها تقدما إلا لو كان هناك حقا أنشطة فعالة تحدث مع الجمعية، هذا يأتي بنا إلى جنيف. إن كل هذا لا يساعد جنيف نظل الآن منتظرين ونحاول انتظار كل المحادثات بين سوريا ونحاول أن ننتظر الطقس المناسب للمعارضة ولجميع الأطراف ينخرطوا معا. أين نحن؟ نحن الآن في هذه اللحظة علينا أن نعترف الآن أننا نحتاج سياق دبلوماسي عالي المستوى، لأنه فقط ليست ثلاث دول في الأستانة سوف تتقابل مرة أخرى، ولكن بلدان أخرى أكبر وصانع قرار أكبر، عليهم أن يعملوا من أجل الحل السياسي، عليهم أن ينتبهوا لهذه المنبه الذي ينبهنا جميعا وما حدث خلال الأسبوع الماضي، لأننا إن توقفنا عن الحديث إلى بعضنا البعض عن خارطة الطريق لن نحاول أبدا التقدم. الجميع
يحاول محاربة داعش، متفقين على هذا جميعنا، نوافق على أن لا أحد يوافق على التدخل العسكري، ومن تالي نحتاج إلى عمل دستوري. علينا أن ننخرط مع الحكومة ومع المعارضة السورية ليكون هذا واقعيا، ثم بعدها انتخابات، بعدها عمل الأمم المتحدة. جميعهم يذكرون الآن، وكنت جزءا من هذه الانتخابات عندما قالوا بأن الانتخابات الأولى بدأت بمباشرة من الأمم المتحدة، وقالوا أن هذا ربما يبدو مستحيلا، ولكن انظروا إلى هذا الاختلاف الآن، وهذا يذكرنا بأنه علينا أن نتغير. أخيرا وليس آخرا، نحتاج إلى بيئة آمنة سالمة. يجب أن ينخرط هذا الشعب في هذه الانتخابات وهذا الدستور من غير أن يقتلوا أو يتم احتجازهم. هذا ملح جدا اليوم عن أي وقت مضى، لأن هذه ما حدث الأسبوع الماضي. نبهنا جميعنا أننا نحتاج إلى مناقشات عالية المستوى دبلوماسية. نحن في جنيف مستعدون، وبمساعدتكم يمكننا التقدم أكثر. شكرا لكم. الكلمة الآن معكم، تفضلوا بالأسئلة ومن تريدون سؤاله. سوف أبدأ بكم، تفضل كريستين. Bonjour en français, si vous me permettez, Christian Spielmann de l'AFP. La première question pour le représentant des Nations Unies. السؤال باللغة الفرنسية. Est-ce que l'on peut considérer en vous écoutant que ce que vous avez réuni aujourd'hui, même si toutes les sommes ne sont pas encore, toutes les promesses ne sont pas encore engagées, c'est un échec. Vous nous avez dit avant de commencer la réunion, vous espérez réunir 8 milliards de dollars. Vous êtes à 4.4. C'est-à-dire la moitié. Est-ce que vous considérez que c'est un semi-succès ou un semi-échec? Ma deuxième question pour Madame Mogherini, est-ce que on peut continuer avec ce double langage? Vous aviez aujourd'hui à la table des représentants de la Russie, vous avez des représentants de l'Iran. Ce sont les deux principaux soutiens militaires du régime syrien. Aujourd'hui, le régime syrien est en train de développer des offensives. Il vient encore de reprendre une portion de son territoire qui était sous contrôle rebelle dans la banlieue de Damas. Et on a l'impression qu'il acceptera de s'asseoir à la table des négociations une fois qu'il aura remporté la victoire sur le terrain. Est-ce qu'on peut attendre ça? Et est-ce qu'on peut continuer à supporter que ses alliés continuent à le soutenir militairement? Est-ce que ce n'est pas un peu ce marché de dupes d'avoir des gens qui se réunissent autour d'une table, qui disent des choses et font le contraire sur le terrain? Merci. هذه بداية جيدة. كما قلت من قبل، أريد أن أعطيك بعض النقاط عن خلفية هذا. خلال العام الماضي عندما قمنا بهذا المؤتمر، في ذلك اليوم الذي انتهينا به، وصلنا إلى 6 مليارات من الدولارات. في هذا الوقت كانت بعض الأشياء التي اتخذتها القرارات النهائية لهذا العام وتمنينا أن تحدث، كان هذا العام الماضي. الوضع مع المعونة الأمريكية كانت واضحة، وحتى التسهيلات التركية كانت واضحة. هي نفس هذه الموقف عندما حدث العام الماضي بعد المؤتمر. كان هناك بعض التغييرات، وبالتالي بنهاية عام 2017 كان معنا هذا المبلغ. وكما تعلم أنا أتوقع أن ما وجدناه هو أننا تلقينا مزيدا من الأموال التي لم نكن نتوقعها. نحن نريد من الجميع أن يقوم بالتمويل بشكل كامل، وكل مناشداتنا أن تستجاب. هناك العديد من الضغط الآن من وعلى كل المانحين والممولين. أنا أعترف تماما أننا علينا أن نضع أولويات الآن، ومشاكل واضحة كبيرة، وعلينا الآن من وجهة نظري أن نضمن ما سيكون حقا موفرا، وما هي الأولويات لإرسال هذه الأموال الأكثر عرضة. Je ne veux pas du tout donner l'impression que ça a été une conversation gentille et positive sur tous les côtés. Pas du tout. Ça a été un échange autour de la table entre beaucoup de délégations. 85. Parfois, c'est tendu.
toujours respectueuse. Et je pense qu'il n'y a pas d'alternative à essayer d'identifier un chemin commun si on croit vraiment dans le fait que la confrontation militaire ne va pas amener à une solution de la crise syrienne. Nous, nous le croyons vraiment, l'Union européenne, surtout les Nations unies, pas de doute, et beaucoup, je pense presque tous, peut-être tous, autour de la table. Et pour nous, dire qu'il n'y a pas de solution militaire de la crise veut dire s'engager vraiment dans les échanges diplomatiques, politiques. Donc, surtout avec ceux qui ne partagent pas notre point de vue. L'Union européenne n'a jamais été timide, et moi-même personnellement, dans l'indiquer les responsabilités, dernièrement sur l'usage des armes chimiques, par exemple. Mais ça ne veut pas dire qu'on n'engage pas des discussions, des échanges sur le niveau... إذن مشاهدينا كما كنا نتابع من بروكسل هذا المؤتمر المعني بالشأن السوري وكيفية توفير المساعدات الإنسانية لثمانية عشر مليون سوري أيضا لخمسة ملايين مهاجر ولاجئ سوري. هذا المؤتمر الذي كان فيه أكثر من ثمانين دولة مشاركة في هذا المؤتمر في بروكسل بدأ من أمس 24 واستمر إلى اليوم 25، والآن نحن بصدد بيانه الختامي. المؤتمر كما ذكرنا هو يبحث مشاكل اللاجئين في سوريا ومحاولة توفير المساعدات الإنسانية اللازمة. هناك 13 وفقا للإحصائيات الصادرة عن الأمم المتحدة، هناك 13 مليون سوري يعانون في الداخل السوري، أيضا هناك 5 ملايين لاجئ سوري مهاجر للدول المجاورة. أيضا هذا المؤتمر يبحث إمكانية وكيفية توفير المساعدات اللازمة لهم. أيضا من ضمن المحددات التي يقوم هذا المؤتمر ببحثها، مؤتمر بروكسل لدعم السوريين، هو توفير المساعدات والإعانات اللازمة للدول التي تأوي المهاجرين السوريين. كما ذكرنا هي بمشاركة أكثر من 80 دولة. روسيا كان لها تمثيل في هذا المؤتمر. العديد من التصريحات التي كانت في هذا المؤتمر طبعا تمثل أن كل دول، هناك دول العديد من الدول المهتمة بالشأن السوري، سواء من دول الجوار أو من الدول الإقليمية أو من الدول الكبرى. مصر طبعا من ضمن الدول التي تجد في الشأن السوري بعدا أمنيا لها. الموقف طبعا المصري واضح في هذا الصدد. تم توجيه الدعوة إلى الحكومة السورية لأن تتواجد في هذا المؤتمر، إلا أنه امتنعت الحكومة السورية عن أن يكون لها تمثيل في هذا المؤتمر. كما ذكرنا أن الجانب الروسي كان له تمثيل مهم في المؤتمر. نتابع مشاهدين هذه الكلمات لكبار المسؤولين المشاركين في المؤتمر الآن. كلمة فيدريكا موغيريني المبعوث الخاص للاتحاد الأوروبي لمنطقة طبعا الشرق الأوسط، كلمتها الآن. أيضا كنا نتابع منذ قليل كلمة ستيفان دي مستورا، الآن هو يتحدث مباشرة من بروكسل في ختام هذا المؤتمر، يتحدث كما ذكرنا عن كيفية توفير سبل العانة والدعم ل 18 مليون سوري داخل سوريا وخمسة ملايين لاجئ ومهاجر سوري إلى البلدان المجاورة. تجني ذلك الفوز المرير، هذا يعني أن هناك مخاطر بأن يكون هناك ميليشيات دائمة، أن يكون هناك تعثر لإعادة الإعمار، وأيضا هناك مخاطر بأن يكون هناك عودة لداعش في بعض المناطق. لذلك من مصلحة الجميع، العالم كله وخصوصا الحكومة السورية، من مصلحة الحكومة السورية أن
أنه عندما يفهمون أنه في نهاية المطاف يجب العودة إلى طاولة المفاوضات والتحاور، وخصوصا عندما ننظر إلى الظروف الحالية أصبحت مختلفة. لنتحدث عن الانتخابات، عن الدستور، ما البديل؟ إذن البديل هو فوز الأسوأ أو الفوز المرير. Paul Adams from the BBC. Thank you. At the risk of getting you to repeat your answers to the gentleman. ولكن بمنتهى الوضوح، سوريا وروسيا وإيران وتركيا يؤمنون أنه دوما هناك حل عسكري وهم يسعون إليه. ما دليل عندكم؟ ما خلف الكلمات التي تقولها الآن هو أن وراء إيمانكم أنه ما من حل عسكري ممكن. وأسئلة أخرى إذا سمحتم، إذا رأيتم أحد، إن رأى أحد منكم أي شيء مما يحدث في تركيا من عملية توطين السوريين في منازل من الأكراد في عفرين؟ كانت هناك بعض المناقشات، وربما السيد ديمستورا يتفهم هذا. إن كان هناك أي مناقشات عن آليات تمكن للأمم المتحدة أن تحاول التعامل مع الفيتو الروسي المرة القادمة بخصوص الأسلحة الكيماوية واستخدامها. دعوني أن أتحدث عن آخر نقطة. عليكم أن تكونوا ملاحظتم أنه بعد اتفاقية المجلس الأمن في السويد كان هناك ربما تصريح صحفي، وهذا يقول بأن هناك آلية تحدث عنها الأمين العام. هذا ليس معياري بشكل كبير، ولكنه إلى حد ما استثنائي، والأمين العام أن يقوم بهذا. هذا يعود ليس فقط للأصول وفي استخدام الأسلحة النووية، ولكن حتى المساءلة على استخدامها. هذا واضح بأن المناقشات ما زالت جارية، وبالتالي ما من هناك إجابة واضحة عما نحن الآن. أول سؤال وثاني سؤال، ليس لدي أي معايير يمكنني أن أعطيك بها إجابة صريحة واضحة عن هذا. أنت تسأل إن كان هناك أي دليل لدينا أن روسيا وإيران أو تركيا لا يؤمنوا أن هناك حلا سوى العسكرية في هذه الأزمة. لإدراك هذا، لقد كنا من أسبوع مضى في أزمة كبيرة، ربما هذا كان تدخلا عسكريا واضحا، وكان هذا دراميا ومأساويا بشكل كبير كرد على الأسلحة الكيماوية. وتوابع هذا كان حدث تفرقة كبيرة وقسمة في مجلس الأمن. المرة السابقة التي قمت فيها بالاجتماع مع فريقي من أجل الإعداد لهذا المؤتمر، ربما من 10 أيام كنا ننظر حولنا حول الطاولة ونقول دعونا نرى أين سنكون بعد 10 أيام من الآن. كانت الأمور تبدو أنها تتطور، واليوم أنت تسألني عن دليل عن هذا الإخلاص أو التزامنا تجاه الحل السياسي. نحن نسأل السؤال نفسه على طول الطريق قبل ما حدث خلال الأسبوع الماضي، لأنه كان لدينا وزراء من جميع الدول لديهم صعوبات كبيرة بينهم وبين البعض، رغم جلوسهم حول نفس الطاولة يستمعون إلى بعضهم البعض بمنتهى الاحترام، وأن يجدوا أرضا مشتركة يعملوا عليها فيما بعد. ولكن هناك شيئا ما، على الأقل يجلسون مع بعضهم البعض بدلا من أن لا يسمعوا، أو حتى عدم نيتهم لإيجاد أرض مشتركة. هذا على الأقل شيء جيد. كان ربما أن كان الوضع أن ربما يكون أسوأ اليوم إن استمرينا في هذا الوضع العسكري. هو شيء نقوم به، ليس كثيرا ولكن ما زال إنجازا. أريد جميعنا أن نرى ما نخاطر به خلال هذه الساعات وهذه الأيام، ونأمل أن يكون هذا ماضي الآن خلفنا ونواجهه مرة أخرى. مرة أخرى ستيفان وأنا نفكر دوما قبل هذا المؤتمر،
لن يمكن أن نمرر الرسالة التي نريدها حقيقيا ونقول أنه هناك سيكون حلا سياسيا كبيرا، لأن هذا لن يكون حقا واقعيا بالشكل الكامل بعدما حدث ها هنا. ما يمكنني أن أقول الآن هو لأكرر ما قاله ستيفن، أنا شخصيا بمنتهى الصراحة أنا لا أرى أي تناسق بين الأحداث والكلمات، ولكني أريد أن أرى هذا خلال الأسابيع المقبلة. أنا لا أقول بأن هذا لا يمكن أن يحدث، لأنه قد حدث بعض المجهودات من أجل تخفيض التصعيد وأدت إلى نتائج إيجابية في الماضي، وأنا أؤمن شخصيا بأنه ربما يكون هناك مصلحة مشتركة واهتمام من الجميع في موسكو وطهران. ودعوني أتحدث عن هاتين العاصمتين فقط، لأنهم يحاولون العمل بمنتهى الإيجابية في العملية السياسية. أنا قلت اليوم في بداية هذا المؤتمر يمكنك أن تفوز في معركة عسكرية، ولكن كل من يصرون على العمل معنا فيمكنكم أن تفوزوا بالسلام. كيف سيكون إيمان السوريين حتى إن فازوا ولكن بشكل عسكري؟ ماذا ستكون الظروف على أرض الواقع؟ قال بعض الناس أنهم اليوم يؤمنون بأن كيف تحاولون بناء ثقة مشتركة بين السوريين أنفسهم؟ هذه لن يتم الفوز بها عسكريا، ولن يستطيع أحد أن يفعل هذا. كيف يمكنكم إعادة بناء المؤسسات السورية الآن والتي تقوم على ثقتهم معا وعملهم معا؟ ما هذا هو السؤال الذي لن يجيبه أبدا أي عمل عسكري. أنا أؤمن بأنه هناك اهتمام من أجل اجتناب تكسير سوريا إلى أجزاء أصغر، وأن نفكر معا كمجتمع دولي كيف يمكننا أن نتحد تحت مظلة الأمم المتحدة وقيادتها من أجل إيجاد طريق لفوز بالسلام، لأن العسكرية سهلة. لقد رأينا هذا بالفعل ورأينا من سعوا إليه، ولكن ماذا بعده؟ ماذا سيحدث بعد شهر، بعد شهرين، بعد عام؟ داعش ربما يمكنها أن تعود مرة أخرى، يمكن أن تدمر البلد أكثر وأكثر مما هي عليه. الأموال سوف تبدأ فقط بعد بداية العملية السياسية، بعد نهاية داعش. لمن سنعطي هذه الأموال؟ هل من الواقعي أن نفكر أن أي مؤسسة سوف تعطي أموالها للأسد؟ أنا أعتقد أنه هناك اهتمام كبير، أننا ندرك جميعنا أنه هناك مصلحة عامة، ضغط منا جميعا دوليا من أجل إيجاد حلا سياسيا. وأنا سعيدة الآن بوجود كل الدول، هناك ممثلون ونائبي رؤساء ووزراء من الجميع، وهذا يشعرنا جميعا بالتزام واهتمام من الجميع، أن الجميع يريد أن ينهي كون سوريا نقطة سوداء تؤثر على حياة المنطقة كلها، وأوروبا هنا معكم لإيجاد هذا الحل. السؤال باللغة الفرنسية. Vous avez exprimé à plusieurs reprises la position de l'Union européenne et des États membres, en tout cas de ceux qui s'expriment sur ce sujet, qui était qu'il ne pouvait pas y avoir de participation. من بروكسل مشاهدينا كنا نتابع ختام مؤتمر بروكسل لدعم سوريا، هو المؤتمر الثاني. فيدريكا موغريني منسقة الشؤون السياسية للاتحاد الأوروبي كانت تتحدث عن إشكالية كيفية بناء الثقة، وهل بناء الثقة تكون عبر الحل العسكري أم الحل السياسي. طبعا أكدت بكل السبل أن الحل السياسي هو الحل الأجدى والأنفع لبناء الثقة ما بين الفرقاء السوريين. إشكاليات عديدة يتم مناقشتها وبحثها في هذا المؤتمر، المؤتمر الثاني لبناء سوريا، مؤتمر بروكسل، يتحدث عن القيود المفروضة على كافة المؤسسات والمنظمات الإنسانية العاملة في سوريا، وكيف أن هناك بعض الحكومات تقوم بفرض قيود على عمل هذه المنظمات، وأيضا كيفية الانتقال الحقيقي
للسياسة وتداول السلطة طبعا في سوريا تماشيا مع قرار مجلس الأمن 2254. وجب فقط التنويه إلى فيما لا وصل به الدول المشاركة. سوريا هي طبعا لم يتم توجيه الدعوة لها للمشاركة في هذا المؤتمر. هناك العديد من الدول من أفريقيا، من آسيا، أمريكا طبعا الولايات المتحدة الأمريكية لها تمثيل، روسيا لها تمثيل، أما سوريا لم يكن لها تمثيل حيث لم يتم توجيه أصلا الدعوة لها على خلفية استخدام السلاح الكيماوي المزعوم، الأمر الذي قد نفته الحكومة السورية. إذا مشاهدينا بهذا نكون قد وصلنا لنهاية هذه التغطية الإخبارية. بعد قليل تتابعونها نافذة اقتصادية من أون لايف. ابقوا معنا.